أخذ أهل المنطقة الدين واللغة العربية، الدين الإسلامي واللغة العربية. لأنه ما زالت اللهجة السريانية في ريف الباب حتى الآن مفردات بالعامية. فقرتنا بهالجولة رح تكون من أحياء المدينة وأسواقها. الباب مشهورة بطابعة الزراعي وبمنتجاتها الحيوانية مثل مشتقات الحليب والأجبان والبيض، وأيضا المحاصيل الزراعية المتعددة يلي بتصدر منها لحلب ولكل محافظات سورية، وكان سابقا تصدر كمان للدول المجاورة كونها تسمى سلة غذاء الشمال السوري. تفضل معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية. تعرف حضرتك؟ مصطفى أبش. أهلا وسهلا. من الباب؟ من الباب. هلا هذا زيتون أخضر. زيتون أخضر نعم. شغل الباب أكيد. شغل الباب والفاريات. الباب مشهورة بطابع الزراعي. نعم. تحكي لي يعني عن أهم المحاصيل الزراعية اللي عندكم؟ أهم المحاصيل الزراعية عندنا الزيتون والفستق الحلبي. مشهورين فيهم. والألبان والأجبان الأغنام يعني. أنا عبك أنا على الزراعة. الزراعة نعم نعم. الزيتون وال وإيش والفستق الحلبي. الفستق الحلبي مشهور. طيب نعم. هلا الزيتون عم هذا الزيتون شو نوع هاد؟ هذا خلخالي. خلخالي. نعم. مناسب للزيت. مناسب للزيت لكن هذا هذا بطلع كل 6 كيلو زيت. على 6 كيلو بطلع زيت. كيلو زيت نعم. هلا أيضا الباب يعني فيها حنطة وشعير نعم. وحبة البركة. حبة البركة والشمرة واليانسون عندنا كل هالأشياء يعني. منتشرة وبشكل كويس. منتشرة نعم لكن كلها متوفرة، حبة سودة والسمسم كله موجود عندنا. عمليا يتم تصنيع هيدي المنتجات ولا يتم بيعها كما هي؟ تم بيعها للتجار، كله التجارة. لوين بتبيعوا؟ لوين بتبيعوا؟ كله الباب والريفة لم شرق لبنبج منطقة الشرقية. منطقة الشرقية أكثر شيء، منطقة الشرقية نحن شغلنا منطقة من دموع عمال يجر على الفرات من عزاز لبنبج. وسابقاً نعم. سابقاً لوين كانت تروح منتجاتنا الزراعية؟ منتجاتنا كلها حلب. حلب. حلب نعم. وغير محافظات؟ بس حلب. إحنا بس حلب. حلب. الشام. الشام نعم. كنا نبعدها على لبنان كمان. أيوة. إيه. روح على لبنان. لك تطلع على لبنان. كان في رواج هالمنتجات. طبعاً. حالياً إن شاء الله. بدنا نسلمها للمؤسسة الزراعية
هون. ايه المؤسسه الزراعيه بدها تسوق على تركيا، ومن خلال المؤسسه التركيه بده نصدره لغير بلاد. طيب ان شاء الله. احكي لي عن اهم يعني منتج زراعي يتم تصنيعه هون، شغله هون وبعدين مصدره، مثل ايش مثلا؟ بالنسبه للزيتون مثلا، غير الزيتون، الزيتون بتسوي زيت وبتصدره غيره. هلا انا بالنسبه لي اختصاصي زيتون، اسواق وتجهيز وتجاره، زيت وزيتون، غير اصناف بدك تسال الشباب اللي مختصين فيهم. في شيء صنف زراعي حاليا يتم تصنيعه ما بينباع خام؟ نعم. وبيعه؟ ما في عنا، كله يعني اكثر شيء الزيتون عنا، تصنيعه هون معامل الزيتون اكثر شيء، معامل زيتون عنا اكثر شيء، معامل الزيتون عنا نسبه الزراعه احنا، والباقي كله شغل بلاد مباع هون، يعني تصنيعه التجهيز لبرا ما عنا شيء. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، الله يسلمك. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك من الباب؟ اي نعم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الباب مشهوره باللحمه، لحم يعني الخروف. ايه. شو استاذ ليش؟ مرعاها طبيعي يعني. مرعاها طبيعي. مرعاها طبيعي من الارض. من الارض. ايه من الارض. هلا في استهلاك حاليا للحم الخروف؟ في استهلاك كبير حاليا؟ لا والله. ما في استهلاك، ما في. السبب ليش؟ السبب حرق الشغل ما في، لانه ما في. يد العامل واقفه كلها يدها. مطاري كثيرة. كم اليوم الكيلو؟ 16000. 16000؟ هلا شلون بتميز يعني اللحم التازة من لحم البايت؟ لا اللحم البايت، اللحم البايت يكون محطوط بالبراد. مو محطوط، معلقة برا، شلون بدي اعرف؟ بين عليه. شلون من اي مصلحة بتبين عليه؟ انا كمواطن عادي شلون بدي اعرفه؟ اه انا كمواطن عادي شلون بدي اعرفه؟ هذا التازة من لمسته مبين. ايه من لمسته بس مبين. ولا من لونه؟ من لمسته، لا من لونه بالعكس، كل ما نحط بالفريزر بغمق اكثر. بس بده يكون لونه هيك طانق يعني. هكا تمام. كان اول شيء يعني اللحم البيبي يروح يعني لغير منطقة؟ شلون؟ يعني تفضل لغير منطقة؟ لا. لحم الخروف؟ لا سابقا. لا ما يروح على حلب، ما يروح على غير محافظة؟ لا ما كان يصدر. بس هون؟ بس هون. بس هون. بس حلب بهالوقت الحالي تصدير كتير. لوين؟ لوين؟ يعني في منه عم بيروح على مناطق النظام، في منه عم بيروح على مناطق الكراد، في منه لأدلب، في ناس عم تشحن يعني عم تشحن تجار من هون؟ من هون من الباب. تربية الباب؟ ايه تربية الباب. هذا السبب رفع سعر اللحم ولا غير شيء هو مرفوع؟ هذا سبب ارتفاع سعر اللحم. هذا السبب. لك التهريب لأنه. تهريب. الله يعطيك العافية. ميت أهلا. شكرا لك. أهلا بالشباب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. من الباب؟ من الباب. طيب أنا بدي أعرف منك يعني احكي لي شو طبيعة أهل الباب؟ طبيعة أهل الباب؟ إيه. الناس اللي في الباب. طيبين. طيبين، قلبهم طيب، نخوة جيجي، خلق كتير، فتحت بيوتها للإجو مهجرين والنازحين، يعني طيبين كتير يعني. حلو كتير. سؤال تاني. بالضبط. طبيعتهم تجارية، طبيعتهم مهنية؟ الباب طبيعتها تجارة وصناعة، أهم شيء عند الصناعة هي الباب، يعني كانت بالريف الشمالي هي صناعية، يعني أساسها صناعة وزراعة. شرف، عم ضحك وواقف، شرف. زراعة وصناعة. نعمت إيش؟ صناعة هي عندها تصليح، هي عندها معامل كان، بس هلأ عم بلشولنا بالصناعة الجديدة، إنه لا يحولولنا الصناعة، ولا هي مبدأ الصناعة الباب. يعني صناعة زراعية، معدات زراعية ولا صناعة إيش؟ معدات زراعية أكثر شيء، وعندها يعني هلأ الصهر وما صهر حديد و... وعندنا ماكينات سحب يعني هون كتير حديد بالباب. كانت مركز صناعي كمان. مركز صناعي. ما في لك هون مركز تجاري. تجاري، هلا هي معروفة عندنا تجاري بالباب. طيب لوين يعني بتخدم صناعيا كانت؟ لمين؟ لأي منطقة؟ كانت تخدم لكل المناطق، كان عندنا طرق مفتوحة تخدم لكل المناطق، بس هلا من ضيق إنه ما في طرق مفتوحة ما ضلت الصناعة لبرا. كلها من داخلية صفت هون من المنطقة الريف الشمالي يعني مثل ما بقولوا. ولا كانت ولا هي صناعية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا بالشباب. آه
الباب ما شاء الله اسم عريق. أيوة الباب يعني مشهورة على مستوى سوريا وحتى يعني في برا سوريا عالم تعرف انه اللبن البيبي غير يعني معروف هالشيء قديم جدا. طيب ليش ما انتقلتوا من يعني خلينا نقول التصنيع الخام من اول يعني انتاج الخام للتصنيع؟ هلا موجود في هلا عنا شباب من النازحين ان كان من جماعة الشام شوام جماعة الغوطة او الميادين. شو عم يسووا؟ في كتير ورشات في البلد بيشتري صنع بيشتري حليب وبصنع بصنع بيشتري حليب وان كان بقري او غنم بس هلا يعني حليب البقري اغلب الشغل بالحليب البقري يعني عم يصنعوا بصنعوا جبنة وغيره وصدره؟ لا تصدير ما في كله محلي يعني نادر بروح على تركيا شيء بسيط جدا. طيب بي اسالك سؤال اخر احكي لي تحكي لي عن الانسان البيبي. الانسان البيبي انسان اصيل ان شاء الله. اصيل شاء رائع اكيد هو اصيل ان شاء الله. غير هيك ايش ميزات هذا الاصيل؟ عنده نخوي عنده شهامي عنده دين ان شاء الله عنده صدق والعوار الله يعفي عن الجميع. العلاقات هون بين الناس شلون؟ هي علاقات يعني علاقات عمل ولا علاقات اجتماعية مفتوحة؟ مفتوحة مفتوحة في عمل وفي علاقات اجتماعية وفي محبة وفي ود إلا طبعا في يعني شواز لكن الحمد لله الأغلبية على على الفطرة والحمية. اليوم اليوم في في زواجات كتير يعني المجتمع نشيط عنده حيوية يمارس حياته اليومية العادية ولا أثرت عليه الحرب؟ لا طبعا نحن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني أهل الباب وهذا رأيي والعلم عند الله لكن أهل الباب ما شاء الله أبطال يعني المحيط تبعنا مثلا كتير بلاد لما كانت تنقصف رأسا تفرغ رأسا تضعف رأسا نحن الحمد لله ما وقفنا أبدا يعني في من نزح في من هي لكن الحمد لله البلد ما انقطعت ابدا دائما مشتغل. واضح انه فيها حيويه إيه وطلعنا من داعش بعد داعش بعد ما تحررت الباب بفتره وجيزه جدا كانت رجع على الباب يعني اول ما رجعنا على الباب دمار. تمام سؤال الباب عرب بس ولا عرب تركمان كرد ايش؟ لا الباب الباب نفسه أغلب عرب بس فيها تركمان فيها كراد محيطة يعني لكن الغالبية عرب. عرب الغالبية عرب. في عوائل مثلا تركمانية أو كردية هون ساكنة؟ في إيه مين متعدلي مثلا؟ في شيء بسيط من ريفنا من شمال الباب بسكنوا بالباب يعني من زمن طويل وأهل مصالح يعني في مثلا حلق بذكر لك حاج رشيد التركميني هذا الزلمي الله يرحمه توفى أولاده 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 صنعوا بدارات صنعوا يعني أهل صناعة ومعلمين وأهل صدق وأهل هي في أحمد عثمان تركميني كمان تصليح سيارات هو ورفقاته هو وعفوا يعني مندمجين بالمجتمع هو إيه مثلنا مثلنا الله يعطيك العافية مية سلام يعني شرفتني أستاذ سريحة.
نحن الآن واقفين فوق تل البطنان الموجود شمال شرق مدينة الباب. هناك ارتباط كبير بين تل البطنان ونهر الذهب وتاريخ مدينة الباب. أيضا مدينة بزاعة ترتبط ارتباط تاريخي عميق مع تاريخ مدينة الباب، ويلي سميت نسبة إلى بزاعة باب بزاعة. للحديث عن تاريخ مدينة الباب يسرنا أن يكون معنا ضيفا الأستاذ محمد الخلف الباحث التاريخي في منطقة الباب وما حولها. يعطيك العافية أستاذ محمد. الله يعافيك، ألف سنة. الله يكرمك. حضرتك أنت باحث تاريخي. تمام. في 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 المنطقة كلها. تخيل نمشي هيك شوي. تفضل. نمشي هيك. هلأ يعني تاريخيا أنا بدي أقدم ذكر لنشأة مدينة الباب لما كانت يعني قرية أو خربة أو أي يكون، هل هو إلى العهد الروماني أم قبل العهد الروماني؟ الباب كمدينة الباب الحالية لا، ورد ذكرى في مرجعين أساسيين اللي هو معجم البلدان لياقوت الحموي ومروج الذهب، وبالتالي لم تنشأ مدينة الباب إلا بعد الفتح الإسلامي لبلدة بزاعة، تم البنيان على الضفة اليمنى لنهر الذهب. لكن ما قيل في يعني في الكتب التاريخ بأنه يعني في آثار تعود إلى الرعاة الروماني وما قبل الروماني، الأرامي والسرياني. تجمع كل بشر، تجمعات بشرية كانت تأتي على أطراف السهول الزراعية وأودية الأنهار، وبالتالي تميزت منطقة الباب بنهر يسمى نهر الذهب. هذا النهر كانت على أطرافه تجمعات بشرية عديدة، ومن قبل أن تنشأ الباب نشأ هنا تجمعات بشرية في تل بطنان اللي واقع شمال شرق الباب. يا عين عليك. على طرف السهل، طرف السهل وادي الذهب. نعم نعم. وبالتالي لو احنا بحثنا، وأنا ابن المنطقة وبحثت، في عنا آثار ما قبل الرومان، عنا آثار آشورية، آثار آرامية، وبالتالي مواقعها عديدة جدا. فخلينا نبدأ. أنا سؤالي بس أستاذي. تفضل. متى سكن الإنسان في مدينة الباب؟ ليس كمدينة، إنك تجمع بشري. خلينا نقول تجمع بشري وادي الذهب منذ أن بدأ الإنسان الزراعة، وبدأ لأهمية هذا الوادي الخصيب، وادي نهر الذهب. طيب، اللي كان يسكن المدينة؟ ما كان يسكن المدينة، كان بزاعة. اللي جرت منه أقنية رومانية باتجاه المدينة، باتجاه الوادي يا أستاذ، وليس باتجاه المدينة. نعم، الوادي، باتجاه وادي الذهب. الوادي يعني من وين، يعني وين بيكون بالنسبة للباب؟ شرق الباب. شرق الباب، ويمتد من شمال الباب على بعد يعني 14-15 كيلومتر حتى جنوب تادف. وهذا السهل طبعا بيمتد، ما بين أهم تجمعاته كانت بزاعة، قباسين، تادف، بعدين بنيت مدينة الباب حالية. يعني احنا لما بنحكي عن مدينة الباب الآن نحكي عن منطقة الباب، عن تاريخ منطقة الباب، منطقة اللي تضم بزاعة وتل بطنان ووادي الذهب والمدينة. نعم. ولهيك يعني انت الآن عم تحب تشير لأنه يعني مدينة الباب بالذات يعني سميت الباب نسبة إلى مدخل لبلدة بزاعة اللي كانت حاضرة، كبيرة عند الرومان. عند الرومان. نعم. إذن بزاعة كانت أكبر من الباب. من الباب لا شك فيها. ولذلك أنت قلت إنه تاريخ الباب يأتي من تاريخ الفتح العربي الإسلامي. نعم، كمدينة الباب. نعم، الحالية. بدي تحكي لي شوي عن تاريخ الباب في المرحلة السريانية. منطقة الباب إذن الآن إحنا بنحكي. نعم نعم. لا شك منطقة الباب قلت أنا بميزة بأنه وادي خصيب، وادي زراعي خصيب، فسكنها الآراميون وأقاموا فيها تجمعات بشرية مهمة جدا جدا، وأثار موجودة ما زالت حتى الآن. اتجهنا شمالا جبل الدير، هذا هو هون في عنا، هذا الجبل سمي بأكبر دير للسريان السوريين في بلدي أو قرية مزرعة حاليا اسمها بنان. نعم بنان. فكان هون أكبر دير للسريان السوريين. تمام. حتى عقف الباب. بالنسبة للباب في عنا يعني على أطرافها بشرقية
على أطراف الوادي الزراعي وجدت أثار سريانية. طبعا الأرامية، أنا حينما أذكر سريانية أذكر هي الأرامية. نعم، الأصل أرامي ثم نعم. أصبح سرياني. وبالتالي نجد كثير من الأثار أو حتى المقابر السريانية، وحتى على أطراف الوادي مقابر رومانية بيزنطية. وهذا بيعطيها يعني الشيء الأساسي اللي استقر الإنسان فيها هو غنى هذا الوادي. طيب الآن يعني ننتقل إلى الفترة الإسلامية. تمام. متى تم فتح يعني مدينة الباب؟ وشو كان أهمية استراتيجية من الناحية الحضارية والتاريخية ومن الناحية العسكرية؟ لا شك بالنسبة لمدينة الباب بعد تدمير بلدة بزاعة اللي أهل ارتدوا عدة مرات عن الإسلام على فكرة، فالناس لجأت إلى الضفة اليمنى، أخذت طابع إسلامي، وبالتالي بدأت تأخذ طابع العربي الإسلامي. حينما جاء الفتح العربي أو الفتح الإسلامي أخذ أهل المنطقة الدين واللغة العربية، الدين الإسلامي واللغة العربية، لأنه ما زالت اللهجة السريانية في ريف الباب حتى الآن مفردات بالعامية. في أي سنة الحكي صار؟ هذا الحكي بالحدود بعهد خلافة عمر بن الخطاب، يعني بنحسن نقول نعم بال 16 هجري أظن. 16 هجري تماما. 16 هجري تماما. مين اللي فتحها؟ مين القائد العربي الإسلامي اللي فتحها؟ الحبيب الفهري. وشو صار كان الأهمية يعني شو يعني كيف كان دوره أثناء العهد الإسلامي؟ كان لعب الدور كبير كتير، وخاصة بعد أن تعاملوا مع السريان في هذه المنطقة جمعوا شغلتين: تقارب اللغة السريانية مع العربية، والشيء الثاني السريان اعتنقوا الإسلام وأثارهم ما زالت موجودة حتى الآن. يعني كان لها دور في الحروب الإسلامية الصليبية؟ لا شك، أيام الصليبيين. أستاذ مصطفى، في هذه الجهة على بعد 3 كيلومتر هناك، بعد سقوط الرها جاء أكثر من 5000 مقاتل رومان بيزنطي، أو خلينا أقول صليبي، جاءوا من الرها باتجاه الساحل السوري، كانوا يدمرون ويخربون القرى وينهبون. فكان الجيش الإسلامي قد أقام كمينا لهم في هذه المنطقة، في منطقة الخربي بسموها بقباسين، واستطاعوا أن يقتلوا أكثر من 1700 وأسر أكثر من 2000 مقاتل منهم. بخي سؤال واحد استاذ. تفضل. حكيت أنت يعني المفردات السريانية ما زالت جارية على ألسنة الناس في المنطقة هي في منطقة الباب. أعطيني أمثلة. مثال قباسين مدار القمر هي بالسريانية. قب الشيح أسماء القرى، معظم أسماء القرى ما زالت قبس، حزوان، سوسيان، شغلوان، هاي كليتها أسماء سريانية. مفردات. إحنا عندنا في المنطقة ما منقول انظر أو شاهد، منقول شوف. سرياني. إحنا ما منقول حر، منقول شوب. ما منقول ماء، منقول مي. كله سرياني. هذا كله مفرداتنا العامية، قسم الأكبر منها سرياني أستاذ. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. أهلا وسهلا. ميت سلامة. حياك الله. أهلين أستاذ مصطفى. بهالفقرة رح نحكي عن شخصية مهمة ومعروفة كتير في مدينة الباب خلال سنوات الثورة السورية، وإلها احترامها وتقديرها الكبير مو بس عند البابية ولكن عند كل السوريين، لما قدمت من إسهامات كبيرة في كافة المجالات الثورية، سواء كانت المدنية، التعليمية، الإدارية، وأيضا آخر شيء الإعلامية. الشخصية هو الشيخ زاهر الشرقاط، يلي دفع حياته ثمن لعمله الإعلامي الثوري في مواجهة تنظيم الدولة. رح نحكي الآن مع أخوه الأستاذ أحمد الشرقاط ليحدثنا عن شخصية الشيخ زاهر الشرقاط، عن إسهاماته، وكيف استشهد في مدينة غازي عنتاب. تابعونا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية أستاذ أحمد. الله يعافيك. أهلا وسهلا. حياك الله. بارك الله فيك. حضرتك أخوه الشهيد زاهر الشرقاط. نعم. زميلنا وحبيبنا. نعم. بارك الله فيكم. الله يتقبل يا رب. الله يسلمكم. خلينا يعني نتعرف معك عن نعم. شخصية الشهيد زاهر. نعم. تحكي لي يعني هو حاز بصراحة الاحترام وتقدير
مو بس كل أهل الباب، إنما احترام كل السوريين. بارك الله فيك. شو هو السر؟ يعني إيش هالسر؟ الشهيد زاهر تقبله الله من الشهداء، هو كان يعني مثال للسوار الشرفاء النزيهين اللي فعلا كانوا بيشتغلوا لصالح البلد. يعني اول شغلي الكل اهل الباب، هلا سالت الجميع، الكل بيعرف الشيخ زاهر خريج كليه الشريعه جامعه دمشق من الشرفاء الذين لم تتلوث ايديهم باي شيء، بالعكس كانوا بيرفعوا اسم الثوره عاليا يعني بكل الامور، سواء ماديا او سواء بكل الامور. يعني كان مثال للشيخ وللعالم للمجاهد الصادق يعني والمثقف والسوري. نعم شريف. نعم نعم. شوي عن نشأته. الشيخ زاهر تقبله الله درس بالثانوية الشرعية عندنا هون بالباب، درس بالثانوية الشرعية وبعدين بس أخذ بكالوريا فقبل كلية الشريعة جامعة دمشق. نعم. فتخرج، بس خلص تخرج من كلية الشريعة، سبحان الله النظام إيش بدنا نحكي ما بعرف يعني رفضوا من أول نشأته. الشيخ زاهر كان فعلا يعني كان عنده مواقف مشرفة جدا جدا، كان ضد نشر فكرة التشيع وانطلب على فرع التحقيق على دمشق أكثر مرة، انطلب أكثر مرة، وسبحان الله يعني كان فكره دائما يعني مع كل الشريعة. نعم مع كل الشريعة. نعم. من وين؟ جامعة دمشق. جامعة دمشق في أي عام؟ تقريبا يعني فيك تقول 2002 تقريبا يعني. هو تولد قديش؟ 1980. هلا احكي لي عن اسهاماته في الثوره. في البدايه يعني انا بعرف انه كان له اسهامات في تشكيل اول مجلس ثوري. نعم. في الباب. نعم. ممكن هو كان رئيس اول مجلس. نعم. وايضا اشتغل في المجال الدعوي واظن. نعم. والانشادي وهي. نعم الدعوي طبعا من الاساس، وخريج كليه الشريعه فمن الاساس كان يعني هي شغلته من الاساس، ودرس بثانوية تركمان مبارح قبل الثوره طبعا. كان مدرس هناك. نعم نعم نعم. وهو سبحان الله من بداية الثورة يعني فسبحان الله كان شجاع جدا، يعني كان عنده أقدام كبير كثير، يعني أي أمر غلط ما كان يسكت عنه أبدا نهائيا. يعني الشيخ زاهر كل الناس تعرفه، حتى أنه ما كان يسكت على غلط نهائيا، الغلط غلط يعني مهما كلفه الأمر يعني. أي والله هذا طيب. شرف كبير له يعني. الله يتقبله. سؤالي مجال الإعلامي دخل. نعم. فيه. نعم. مجال. شو اللي دعاه يدخل في الإعلام؟ اللي دعاه بصراحة أنا بكل صراحة يعني الشيخ زاهر جبهة النصرة، بكل صراحة جبهة النصرة حاولوا يختطفوه هون بالباب أكثر من عجب تابعين للنظام لأي أو لناس الله أعلم يعني، حاول يخطف الشيخ زاهر أكثر مرة ف. زملاء المجاهدين نصحوه قالوا له صارت العين عليه كثير يا شيخ، فافضل شيء هلا انه مثل هيك فتره استراحه محارب، وخصوصا انه داعش، فقدم تنظيم الدوله بلسان القاضي ومن الخنادق كله بحث المجاهدين، وبالاخير يعني البرنامج هذا اللي اكثر شيء اثر واللي كشف حقيقه الدواعش اللي بسموا حالهم الدوله الاسلاميه وهن بريئين من الاسلام. فهو كان شيخ زاهر الله يتقبله، شيخ زاهر كان هو يعني اللي جاب بحقائق ومع علماء على مستوى الوطن العربي كله مقابلة معا انه يكشف حقيقة الدواعش وهن دعوا الاسلام ومالن عليها بالاسلام نهائيا. نعم. فاضطر انه هو يطلع لبرا سوريا. نعم نعم نعم. اضطر يروح على تركيا. الشيخ زاهر اضطر يروح على تركيا ويقدم برامج مشان يعني فرضنا بده استراحة المحارب، فما رضي ابدا انه يكون بس هيك يعني على الاوضاع اللي عم تمر فيها بلده، فانه بده يفضح حقيقة الدواعش. في ناس كتير انخدعت فيهم وحكوا باسم الاسلام، فقدم برامج فعلا مع علماء على مستوى الوطن العربي يعني بنات الشيخ بصير الطرطوسي المعروف من علماء الشام، كمان غيره كتير في علماء من الشام معروفين، فقدم كتير برامج لكشف حقيقة دواعش اللي يسموا حالهم دولة إسلامية. إيش في عنده أسرته؟ حكي عن أسرته. والله عنده وقت استشهد كان عنده صبي بس وبنت لسه زوجته كانت حامل شهرين. شو أوضاعهم حاليا؟ والله هنيك عند أهلها بتركيا يعني زوجته. تركيا. نعم. أمورهم إن شاء الله جيدة. جيدة والله الحمد لله. هلا أنا بعرف تم تسمية مدرسة باسمه في الباب. نعم صحيح. مدرسة الشهيد زاهر. نعم. ابتدائية إعدادية ثانوية. إعدادية. نعم. عنده بيت هون؟ إيه عنده بيت هون. إيه. الله يتقبله. بارك الله فيك. الله يجزاك الخير. بارك الله فيك. شرفتونا. أهلا وسهلا. لهون بيكون انتهينا من جولتنا الأولى في مدينة الباب، يلي حكينا فيها عن أنماط الحياة، طبيعة المجتمع، طبيعة الشخصية البيبية، النشاط الاقتصادي، الشهرة بالمنتجات الحيوانية والزراعية، وحكينا فيها أيضا
عن تاريخ المدينة البعيد في الحقبة الرومانية والبيزنطية والسريانية، وأيضا تكلمنا فيها عن شخصية الشهيد زاهر الشرقاط ابن المدينة يلي دفع روحه ثمن للثورة السورية. رح نكون معكم في الأسبوع القادم أيضا بحلقة ثانية من مدينة الباب لنتكلم عن مواضيع أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.